ندخل في حلقتنا النهاردة، وطبعا فقرتنا الأولى هتكون فقرة بعين تانية. طبعا بما أننا في أجواء البطولة الأفريقية، وبما أننا كلنا شايفين أن في بعض القرارات اللي بتأخذ بشكل مش سليم، في بعض القرارات الانضباطية اللي مش واضحة، في تضارب في بعض التعامل مع نفس الحالة أو حالات شبيهة، فبالتالي حابين نفكركم أن النادي الأهلي لما طلعنا في وقت من الأوقات، أو القناة هنا طلعت في وقت من الأوقات، اتكلمت عن فكرة النهائي أمام الترجي، كان في وقائع حصلت ما كانش ينفع انها تحصل، وقلنا ان وقتها الاتحاد المصري ما قدرش يلعب الدور المنوط بيه بشكل كافي. مش ما قدرش، ده تقاعس. بالظبط. لا مش ما قدرش. خليها ما قدرش بس يعني. تمام ماشي. انت طيب النهارده ليه كده؟ طيب عشان النهائي بس، ربنا يكرم. ما قدرش يقوم بالدور المنوط بيه بشكل قوي مع النادي الاهلي زي ما قام بيه مع فرق اخرى مصريه، ولكن في النهايه الناس بقى قالت لا، ممكن تكون انتم مزودين الموضوع شويه او مفيش الكلام ده، لكن ازمه بتحدث في تونس على مقعد في الكاف بين طارق البشماوي احد المسؤولين في الفيفا والمسؤولين في الكاف، واللي يعني سنوات طويله جدا في الكاف ومسانده لفريق الترجي، ورئيس الاتحاد التونسي وديع الجريء. فطلع تصريحه فارس من وديع الجريء، اعتقد هو كان جريء. بص، هي الناس بالنسبه لها انت بتتكلم في انتخابات الكاف وطرفين تونسيين، ايه علاقتنا احنا بالموضوع ده؟ اللي هنفهمه، لان عندنا علاقه غريبه جدا تخلينا زي ما احمد قال لكم لما نرجع فلاش باك بالموضوع كله نعرف ان النادي الاهلي فعلا احد اكتر الفرق اللي بطولاتها بتكون بمجهودها فقط، بعكس بعض البطولات اللي بيكون فيها مساندات واضحه. احمد قال الاتحاد المصري ما بيتدخلش، انا قلت بيتقاعس. أنا قلت ما بيقدر يعني ما قدرش. انت شايف المره دي الموضوع ايه؟ نهدي الدنيا والسماحه على وجهك كده بسبب النهايه، وان شاء الله الحمد لله فربنا يسترها ان شاء الله. وباذن الله اول فيديو هيفهم الناس. نروح لتصريحات وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكره القدم، ونرجع نعقب. مش الاهلي المصري شكون اللي ديفوندي ليسبيرانس؟ وشكون اللي بعث المراسلات باش ازارو يتعاقب؟ وشكون عاقب الاسبيرانس؟ لجنة المسابقات لرئيسها سي طارق بشماوي. عاقب الاسبيرانس؟ اي بيان سور. يزي مسكتنا. شكون قال انتردير لاكسي او غرادان سوبيريور انفيريور فيراج في ماتش الاهلي وعاقب الترجي؟ هي لا كوميسيون دي كومبيتيسيون اللي ترأسها سي طارق بشماوي. شكون عمل ان رياكسيون فيولونت؟ سي لا فيدراسيون تونيزيان دو فوتبول. شكون بعث ليكوري هام كيل بطاطا باش تعاقب ازارو باش وحده يرجع في القرار؟ هي الجامعه التونسيه لكره القدم. طبعا اللهجه التونسيه الجميله، لكن طبعا محتاجين نوضح اللي اتقال في الفيديو تحديدا. هو بيتكلم عن ان طارق البشماوي كان احد الاسباب، او لما حصلت عقوبه على فريق الترجي بمدرج الفيراج وقفل مدرج اللي خلف الجول قبل النهائي، فهو بيتكلم ان هو قام بدور مختلف وهو اللي تسبب في ايقاف وليد ازارو. ده كلام رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، ان هو سافر لمصر وتدخل وقدم شكوى في وليد ازارو، وتوقف وليد ازارو بطريقة فيها ذكاء، وطريقة فيها ان انت ما تقدرش تعمل استئناف كنادي اهلي، لان انت لو عملت الاستئناف كنت تقدر تشارك بوليد ازارو في مباراة الاياب، لكن طلع القرار ايقاف مباراتين، وممكن نعرض طبعا صورة القرار على الشاشة، ايقاف مباراتين وكمان 20,000 جنيه غرامة على النادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين. رقم واحد إيقاف اللاعب رقم 9 وليد أزارو لمباراتين، وتحديدا المباراة رقم 148 ليها الترجي وأول مباراة ليه في بطولات الكاف. رقم 2 $20,000 أمريكي على ناديه طبقا للمادة 12.1 بي. المادة دي بتتكلم عن فكرة أن يقدر رئيس لجنة الانضباط منفردا يوقع العقوبة، وما يتقدرش كنادي وقع عليك العقوبة دي انك تستأنف عليها. الأهم من كده كمان، ده كان حاجة جريئة وأول مرة نشوفها، اللي هي فكرة ان المدير الفني للنادي الأهلي يتحول للجنة الاستماع عشان سلوك غير رياضي، وده طبعا بتتكلم في مساحة فارس أسبوع. المباراة الذهاب 2-9 تم تقديم البلاغ 3-9، الإيقاف طلع 5-9 في وقعة يعني
مثيره جدا سريعه جدا دون اجتماع لجنه النباط، لان طبعا اعتمدوا على الماده رقم 12 عشان تمنع النادي الاهلي من المهاجم الصريح اللي كان عامل قلق كبير في مباراه الذهاب ومتسبب في ركلتين جزاء، وهم كانوا عارفين مدى قوته وهم بيتباهوا دلوقتي ان احنا السبب في ايقاف وليد ازار. هو ده بالظبط يا احمد، لان احنا وقتها جبنا نفس الفقره دي واتكلمنا في قرارات الكاف كانت عامله ازاي، وزي ما انت قلت احمد في التفاصيل اللي بيسردها يا جماعه في بين السطور يعني ايه عقوبه محكمه. زي ما احمد وضح انت مش مدي منفذ للاهلي يستأنف، عشان لو استأنف اللاعب هيلعب. فطبعا كمان خرج من رئيس الكاف تصريح بيعكس الناس دي كانت بتفكر ازاي في اللحظه دي، وازاي عقوبه ازارو كانت ممنهجه لحرمان النادي الاهلي من المهاجم الاساسي وقتها. نشوف تصريحات احمد اللي لازم نفكر في كل كلمه فيها. احمد قال: بالنظر للاحداث الاخيره، ده كان تمهيد للعقوبه، العنف في الملاعب، رفض الحكام استخدام الفار، رئيس الاتحاد بيصف الحكم انه رفض استخدام الفار، لاعب مزق قميصه امام مدربه المتواطئ، انا في حياتي لم ارى اي اتحاد يا احمد قاري وصف مدرب ورئيس الاتحاد بيقول رايه بانه متواطئ قبل التحقيق معاه. الواقعه دي كانت قبل التحقيق معاه، يعني رئيس الكاف اصدر حكم مظبوط. في نقطه مهمه كمان يا فارس، هي اللقطه دي اصلا ما كانش ليها اي تدخل في قرار حكم الساحه او حكم الفار، لان ده الموضوع كان جانبي وشفناه اتمرر ازاي وعلاقه المدرب وقتها، لان المدرب ما كانش فيه اي حاجه بتثبت. وقال بعد كده: بالرغم من ايقاف 26 حكما وتحقيقات جاريه، يعتقد الرئيس ان ما زال بعيدا عن اهداف تطهير الكاف. طبعا لما جينا نقول الموضوع، تصريح زي ده لا يجب ان يترك للتاريخ، انما بالعكس احنا لازم نوضح مين اللي استفاد. والخناقه دي بقى ظهر فيها اطراف بتدعم ايضا بوشماوي بشكل مختلف تماما. الموضوع دخل مزايده الترجي، انا خدمتك انت ازاي ما ترديليش الخدمه وتدعم مرشح اخر. وممكن يا اسامه نقول بيان الترجي المرشح الاخر طول عمره بيخدمني، يعني فاهمني يعني ده طبعا احنا بيان الترجي نزل طبعا دعم لطارق بشماوي، وان هو اللي دايما بيقف ورا النادي الترجي وسنوات طويله. وطبعا طارق بشماوي معروف جدا في الكاف وله ثقل وسنوات طويله جدا، وشفنا مواقف كتير زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه. بيان الترجي طبعا مش هنقف عند نقط كتير، لكن طبعاً. هو ده المعنى من البيان يا فارس، ونقطه مثيره ونقطه بتطرح تساؤلات. والبعض في الفتره الاخيره بيتكلم عن فكره ان في تخبط داخل الكاف وفي مجاملات، واحنا هنا دورنا ان احنا ملناش علاقه بالانديه الاخرى، لكن احنا هنا بنوضح نقطه مهمه جدا. اللي شايف ان النادي الاهلي استفاد باي قرار او اي موقف في الفترة الأخيرة دي يقول لنا، احنا شفنا تضارب مواقف كتير، وقلنا ان الكاف لما كان بياخد قرارات باستبعاد فرق زي فريق وفاق الصيف مثلا في 2016 اللي كان في مجموعة صن داونز والزمالك وانيامبا وخرج استبعد نهائي ما رجعش تاني، حصل نفس الموقف زي ده في مباراة أخرى للنادي الإسماعيلي، وبنشكر ان الاتحاد المصري وقتها وقف جنب النادي الإسماعيلي وقعد تاني للبطولة. بس الحقيقة ان كمان الاتحاد التونسي وقف جنب النادي الإسماعيلي، لان كان من مصلحة فريق الأفريقيا فارس ان نادي الإسماعيلي يرجع عشان كانت خصم الأفريقي 6 نقاط، فده تخبط ما حصلش قبل كده. موازنات توازنات. نتمنى. وهل تعتقد ان هيجي يوم النادي الأهلي يشكر فيه رئيس الاتحاد المصري لدوره في مساندة النادي الأهلي في أي أزمة؟ نتمنى يجي اليوم ده. خلينا متفائلين ونتمنى إن شاء الله، لأن في النهاية الاتحاد المصري لازم يقوم بدوره بدعم الأندية كلها. وطبعًا شفناه في دعم، قلنا شكرنا، بنشكر الاتحاد المصري إنه دعم موقف الإسماعيلي، شكرنا الاتحاد المصري إنه دعم موقف الزمالك في نهاية الكونفدرالية. كلمة الأهلي مش بتظهر خالص. ما نفسي بقى إن شاء الله. هتشكر إن شاء الله الاتحاد المصري إن شاء الله بإذن الله لما النادي الأهلي يحقق بطولته.